انا هقول حاجة غريبة جدا، تتصوروا، وارجو ان الكلام ده ما بقاش مش عارف يعني لائق ان انا اقوله ولا لا. انا قعدت اكتر من 30 سنة، اكتر من 30 سنة انزل اصلي في المسجد كل الاوقات حسب الظروف، مش كده؟ اكتر من 30 سنة كل الاوقات، بس عمري ما قعدت ولا سمحت لاولادي ان هم يقعدوا يسمعوا او يشاركوا داخل المساجد. ده مش تقليلا منهم، لكن خوفا عليهم، لان انا ما اعرفش يا ترى اللي موجود افكاره ايه. ده معناه ايه ببساطه؟ لما بقول لكم الكلام دوت يا مصريين، خلي بالكم الامور واضحه عندكم ولا لا؟ انتوا عارفين الاسلام حقيقي ولا مش عارفين؟ انا اسف اني بقول الكلمه ديت، يعني هو الإسلام فيه قتل؟ هو الإسلام فيه إكراه؟ هو الإسلام فيه خراب؟ عايزين تشوفوا، بصوا حوالين منكم وشوفوا الدنيا بقت عاملة إزاي؟ يا ترى ده الواقع اللي إحنا بنتمناه لديننا؟ ده حاجة صعبة أوي. فأنتم إذا ما كنتوش كمجتمع تبقى الأمور واضحة بالنسبة لكم، يا ترى الموضوع فين؟ واحنا نسكت ولا ما نسكتش؟ انا ما بقولش لا تجابهوا حد ولا تعملوا مشاكل مع حد ولا تتخانقوا مع حد، بس يبقى في شكل ايجابي ودور ايجابي لكم مع الدوله، مع الجهد اللي الدوله بتعمله. والكلام ده ينطبق على مؤسسه التعليم وعلى مؤسسه الاعلام وعلى مؤسسات كتير في الدوله.